14 سنة 15 سنة، بس احنا الجيل بتاعي محظوظ ان انت تبتدي منطقة وبعدين تلعب قطاعات وبعدين تلعب جمهورية. فكل سنة كان ليك احتكاك اعلى لغاية سن 17 سنة. او هناك ميزة في مغاغة ان انت من بدري الموهبة موجودة بتطلعك تتصعد على الفريق الاول على طول. فلعبت بقى في الفريق الاول. فبدأت في الفريق الاول، بدأت كان لعبت مساك ولعبت في مكان الليبرو ولعبت في نص الملعب. خدت كام التلات اماكن دول المكان اللي كان فاضي 10 دقايق شويه وربع ساعه وبعدين على حسب الدنيا. خدت موسم كامل لعبت فيه مساك ستوبر 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 يعني يعني اتنين وواحد وراك ليبرو وراك. كابتن النهارده المدير الفني كابتن حجاج فولي كان هو الليبرو وانا اللي بلعب مساك. معايا بقى عاشور هارون مساك، معايا محمد علي مرسي، الناس اللي هي بعد كده بقينا مع بعض في اسوان ولعبنا دوري ممتاز ولعبوا الحمد لله الانديه كبيره سواء في المصري في الترسانه كلهم المجموعه اللي طلعنا مع بعض من مع فرق الاعمار السنيه يعني. انا لحقت الجيل اللي انا 76 لغايه الجيل 73 كنت مع يعني معدي ثلاث سنين. سنين يعني بلعب مع ناس اكبر لغايه التصعيد للدرجه الاولى في ال 20 سنه كنت بلعب في مكاني بعد اعتزال كابتن حجاج. انا لعبت في مكاني، لعبت ليبرو. لعبت ليبرو من هنا بقى خلاص يعني ده كان طول عمرك بقى من المكان اللي انا حابه فعلا يعني المكان اللي انا كنت حاسس ان انا فيه شايف نفسي فيه اكتر يعني كان بيديني حريه اكتر ان انا افكر وان انا وكان دايما انت عارف طبعا انت شفت زميلنا فتره كبيره صوتي على طول زي كده عالي بتكلم كتير بدي توجيهات في اللعب كان دي وانا من وانا صغير من وانت صغير وانت 20 سنه ابتديت الليبرو والليبرو ده معناه ان هو دايما بيبقى واحنا صغيرين بتخلي الليبرو هو القائد هو القائد او تحس ان هو القائد الفريق يعني بعد مركز حراسه المرمى يعني بعد حراسه المرمى لما في ان هو يدي توجيهات ويتكلم مع الناس يجي الدور عليك انت فدي الحمد لله كان الواحد كنت بحس يعني انا بعملها كويس يعني كان في ناس شويه بتزعل وفي ناس لغايه لما يعرف شخصيتك كويس وبعدين خلاص يعني يعني يعرف ان انت اخرك زي ما انت قلت لي في مره كده اخرك 30 ثانيه وبعدين خلاص شكرا وشكرا هو عماد كده تتعصب 30 ثانيه تعمل اللي انت عايزه 30 ثانيه بالكتير وبعدين الموضوع اللي بعده اللي بعدين الموضوع خلص خلاص انت رجعت لطبيعتك يعني. فهو انا كنت حابب المكان ده 20 وانت عندك 20 سنه بتلعب في مغاغه وبعد كده بقى ايه اللي حصل اسوان؟ انا بقول لك رحله بدا اسوان ازاي برضو سنتين ازاي